غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو السلام ونعمة. أهلا وسهلا سعادة قمص عريان، لعلك بخير يا فندم. أنا بخير. ربي يباركك ويبارك تعب محبتك. سعادة قمص أنطونس عريان، يعني عندي استفسار بسيط لو تكرمت. اكسكيوزمي؟ نعم؟ الصوت واطي بس حضرتك صوتك ضعيف شوية بس. طيب سعادة أهلا وسهلا بيك. نعم؟ بتقول إيه حضرتك؟ اسال اي حد؟ اسال حد تاني؟ مش فاهم بتقول ايه؟ بتقول اسال حد تاني ليه حضرتك؟ ما اسالكش ليه؟ انت مش مستعد للكرازه ولا ايه؟ مش الكتاب المقابل كونوا دائما مستعدين لان تردوا على من يطلب منكم دليل على ما انتم عليهم الرجاء؟ حضرتك مش مستعد ليه؟ قفل التليفون تاني. ثواني بس. بيقول لي اسأل حد تاني، هو عارف مين، هو عارف الصوت وعارف مين، عشان كده موطي صوته، عشان كده موطي صوته يعني. شو قفل مش عاوز يرد. تالت مرة. بتكلم صوت ضعيف زي التوادرس. ناخد الاتصال الاول. طبعا هو عارف مين. كان معاك على الهواء مباشره الان القمص انطونيوس اريان، القمص انطونيوس اريان من كاتدرائيه رئيس الملائكه ميخائيل اسوان. القمص انطونيوس اريان من كاتدرائيه رئيس الملائكه ميخائيل اسوان. احنا اتصلنا بيه قبل كده اللي هو القمص انطونيوس اريان. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك. الحمد لله باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرا جل قدرا. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.